عايزه اقول لك ان انا اخويا افتكرت دلوقتي هو صغير طبعا الواد الحيله اللي جه بعد 9 سنين بقى، فماما كانت مهتمه بيه جدا في الحاجات دي اكتر مني يعني، وكل شويه تجيب له حاجه، بدله الكاراتيه، عارفه من زمان بقى بدله الكاراتيه، يروح يلعب شويه يتضرب علقه لسه موت، دلوقتي لسه يتضرب علقه موت ارجع انا بكره، يلا بلاش الكاراتيه، هي دي اللي جبت بقول لك لك بيانو مش عايز بيانو، ايوه وتقعد بقى وتسمع ومدرس بقى موسيقى على رمش عيونه وتبقى قاعده مبسوطه قوي، الولد ما فيش اسبوعين برضه كده مش عايز بيانو. في اخر مره قلنا له ايه، كان صغنن كده سكواش بقى خلاص، شوف بقى الناس شيك بقى بيلعبوا سكواش، فالولد فضلنا بقى نكبره خلاص مش هنقعد كل يوم بقى نجيب مضارب، لا نجيب بدل، هو السكواش يعني هو السكواش. وفي الاخر الواد فضل مكبوت مكبوت لحد ما فجأة المدرب وهو بيلعبه راح رامي، كان صغنن كده، أنا بكرهك وبكره اللعبة دي، ورمى المضرب على الأرض. المدرب مش فاهم الولد ليه عمل كده، ما هو يعني كل حاجة ماما فاهمة هي عايزة كده، يبقى أنت في السباحة هتبقى أنا شايفة ابني سباحة ويجرى ويطلعوه وهو غرقان لحد النهارده. تقول لك لما كان بيعزف على ريش ايوه. طب هو في لعب لعب ايه؟ ما لعبش حاجه. دوخنا كده على الخدايق. بس والله تحترم. والله هو بيسبح كويس. لا هي تحترم. بيسبح فين بس؟ هي ست محترمه والله. لا يا شيخ. حاولت. يعني كل الالعاب السباحه لعبتك وقعدت معاه كل ايوه، ما هو ما كملش او هي ما كانش عندها نفس تقف قصاده. يا حرام عليكي، ده بقول لك نفس ايه بتقول لك كاراتيه تايكوندو جودو سكواش سباحه ايه تعمل ايه يعني؟ كتر خيرها والله. لفت دي كل الالعاب على امل ان هو يمسك في لعبه. طيب وحتى البيانو حتى على رمش. لا والله يا ست تحفة. فاكر لا ماما بقى فاكر يا علي لما كنت جايبه لك المدرس وكنت بتعزف على ريب شعيرنا وباصص لها كده؟ بس على فكره عايزه يا حبيبتي.